متابعينا اكيد بصباحنا، وخلينا نحكي اليوم. سنة عم تشهد العديد من الاحداث والظواهر الفلكيه، ابرزها كان زخات من الشهب وخسوف القمر وظهيره القمر العملاق، لحتى نحكي عن الظواهر اللي مكفايتنا بسنه 2022. لسه يعني باقي اشهر قليله، ولكن هل هناك ظواهر طبيعيه وكوارث رح تصير؟ رح نتعرف اكثر عن حاله المناخ ايضا مع الدكتور محمد العسيري، رئيس الجمعيه الفلكيه. صباح الخير، كيفك دكتور؟ يسعد صباحك نور. صباح جميع المشاهدين، يا رب تكون بالعكس، كمالت السنه سنه خير يا رب. كلياتنا بنتمنى، تاكيد كلنا بنتمنى تكون سنه خير. اول شيء بدنا نقول لك يسعد صباحك، اهلا وسهلا فيك. خلينا نحكي، يمكن احنا هيك عم نحاول نتفائل، بس شفنا يعني ظواهر فينا نقول طبيعيه كثيره هي السنه، فخلينا نعرف الشتاء شو مخبي لنا. رح يكون شتاء قاسي قوي قارس؟ رح نشهد بعض الظواهر الطبيعيه، لانه مع الشتاء بتلاقي مرافق هواء كثير، فيضانات، ممكن تكون اعاصير. كثير حلو انت ربطتي ما بين الظواهر الطبيعيه والتغيرات المناخيه اللي عم تصير، وهذا الكلام سليم. صحيح. يعني احنا عم نشهد نسبه احتباس حراري غير مسبوقه على الاطلاق. صحيح. يعني بنوفمبر بتشرين الثاني القادم، بعد عده ايام، يعني بعد شهر وشوي، في مؤتمر المناخ العالمي. تخيلوا من عام 2009 لليوم 100 مليار دولار هي التزامات الدول الاكثر تلويثا للمناخ، لم ينفذ منها شيء. اليوم نسبة غاز ثاني أكسيد الكربون وصلت إلى أرقام كثير كبيرة. هيدا الغاز، هذا الغاز اللي بيسبب الدفيئة الزجاجية، اللي بيسبب احتباس الحراري، رح يسبب أكيد تغيرات مناخية. هاي التغيرات المناخية بدأنا نشهدها من سنوات، وكل ما لسنة عن سنة عم تزداد. يعني لاحظتوا معي الصيف الماضي قديش كان حرارته عالية جدا. أجدادنا كانوا يقولوا إذا الصيف قاسي شتوية قاسية، فهذا الشيء رح يتحقق هذا السنة، وكل سنة بيتحقق، لأنه لما يكون في عنا صيف قاسي في تبخر للمياه بنسبة كتير كبيرة، هذا الحمل المائي الكبير بده ينزل أمطار. صحيح. شهدنا بباكستان فيضانات، طوفانات، كمية أمطار غير مسبوقة. شهدنا بعدة دول من العالم نفس القصة، أمطار غزيرة جدا، ثلوج، تبدلات حرارية، ارتفاع درجات حرارة بأماكن أخرى. إذا عنا حالة اضطراب مناخية، هي مشكلة. هذه المشكلة تتفاقم، عندنا مشكلة تانية اللي هي زيادة النشاط الشمسي. نحن كجمعية فلكية سورية، كمرصد فلكي سوري، نتابع بدقة النشاط الشمسي والبقعة الشمسية. طبعا نتبادل المعلومات مع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بوجه لهم تحية، فعلا عم نشتغل، وهن بالذات شغل كتير كبير مشان موضوع الشتاء. البقعة الشمسية تزداد كل 11 سنة بدورة اسمها دورة الساروس. هذه الزيادة تبلغ ذروتها بعد 7 سنوات من بداية النشاط. إذا رجعنا بالتاريخ 2001، 2008، 2015، بعد 2015 7 سنوات 2022. إذا بدأ النشاط الشمسي بذروته يلي رح يزداد حتى عام 2025. هذا الكلام شو معناته؟ احتباس حراري، نشاط شمسي. إذا خلطنا هذين المعطيين ينتج عنا فعلا اضطراب مناخي بأقصى حالاته. هذا الاضطراب سينعكس على شتاء عام 2023 وصولا إلى شتاء عام 2025 كذروة هذا النشاط. يعني من المتوقع أن يكون عندنا شتاء قاسي، وبشكل عام هو شتاء، بالنهاية هو شتاء. نحن لاحظنا بدايته، خلينا نرجع لبدايته. بداية الشتاء كانت فعليا حقيقة كتغيرات بآذار 2022. إذا تتذكروا بآذار حدث تغير مفاجئ بالمناخ، إجا كم يوم بآذار كتير باردين، وحتى صاروا الناس يقولوا شو هذا القطب إجا لعنا، وصاروا يحكوا ويعلقوا. هذا التبدل المناخي اللي حدث بآذار هو عنوان شتاء شتاءنا القادم عام 2022-2023. السبب هو الاحتباس الحراري، الكم المائي خلينا نسميه بالغيوم، متوقع أن يكون عندنا أمطار غزيرة لكن سيلية، يعني بتنزل بغزارة بأوقات محددة. متوقع أن يكون في ثلوج إن شاء الله يا رب، لأن الثلوج والأمطار خير مشان نعبي المياه الجوفية. باقي الأيام رح يكون استقرار بشكل كبير وبرودة، يعني حول المعدلات أو أدنى بقليل. إذا هذا المجمل العام عن شتاء عام 2022-2023. طبعا تفصيله باتباع نحن عم نحكي كخطوط عامة تتغير طبعا لأي مؤشرات أخرى، لكن بشكل عام واضح معنا من خلال رؤيتنا للدول الجوار، من خلال معرفتنا مثلا اليوم بفلوريدا يتشكل إعصار بوقت لازم يتأخر شوي. نحن الآن ليا نور، نحن بفترة الحرائق نكون كتير حذرين. بأيلول تشرين الأول بتكون الرياح شرقية جافة مع ارتفاع حرارة، يعني نحن دخلنا للخريف ولسه الصيف
مستمر 100%. هذا يعني انه شتاء قاسي على فكره كمان. مهم هاي الفتره كمان لازم نكون حذرين لانه هذا يعني كمان فرصه لحرائق غابات لا سمح الله وانتشارها، لانه الرياح هي الرياح اللي خلينا نسميها الاكثر نشرا للحرائق اذا صار. نقطة كثير مهمة، إذا صار عندنا معطيات كثير، هذه المعطيات يتم من خلال دراسة الغلاف الجوي، من خلال دراسة غاز ثاني أكسيد الكربون، نأمل أن يكون في تشرين الثاني القادم توحد للعالم لقادة العالم بمنع زيادة الاحتباس الحراري، وإلا سنكون مقبلين بعد 50 سنة على بدء خلينا نسميها انقراض للنباتات والحيوانات، يليها انقراض للإنسان بعد 100 سنة، هذا مو كلامي، هذا كلام الأمم المتحدة، ومشان هيك تم إعلان حالة الطوارئ المناخية هذا العام، مشان هيك يتم مناقشتها بشكل كتير كبير لأن الموضوع كتير خطير، ما عاد صار مزحة وعم نشهده، يعني ما عم نحكي شيء من الخيال. يعني تتذكروا الآدار قديش كانت البرودة مو طبيعية، هذا أمراض نولية، هي أمراض، هي كلها بتسبب أمراض، بتسبب خلينا نسميها مشاكل. بالباكستان قديش في ضحايا، بالهند، بأوروبا نتيجة البندقية اللي غرقت، يعني زادت نسبة ارتفاع المياه، القطبين اللي عم يدوب ثلجهم بتسارع كبير، ذوبان الثلج أيضا أعطى محتوى حراري بارد. سيضاف إلى ما ذكرته لتكون الشتاء من الآن إلى 2025 باردة. إذا هذا مجمل الشتاء. طيب الحل شو هو؟ الحل أنه نحد من غاز ثاني أكسيد الكربون، نحد من المعامل. الولايات المتحدة الأمريكية كأب أكبر منتج لغاز ثاني أكسيد الكربون، والتي للأسف لم تنفذ أي من المتطلبات المفروضة عليها كمعاهدة مناخ، معاهدة باريس للمناخ وغيرها من الدول، أيضا في دول تانية، لكن للأسف الشديد ما حد عم ينفذ المطلوب منه. إذا نحن مقبلين فعلا على مشكلة حقيقية فيما يتعلق بالمناخ إن لم يتم تجاوزها. وصراحة الواضح والمؤشرات أن الإنسان ما زال متكبر أنه يتم معالجة أن يعالج هذا الموضوع، وبالتالي فعلا غاز ثاني أكسيد الكربون سيزداد أكثر، وبالتالي سنشهد اضطرابات مناخية أكبر وأكبر. يعني هي مشكلة حقيقية، الإنسان لساته عنيد، لكن رد الطبيعة كنا عم نحكي تحت الهواء قد يكون رد الطبيعة تماما قاسي جدا. صحيح. يعني قد تكون كورونا أحد ردود الطبيعة المؤقتة، شدة إذن مثل ما بيسموها، أنه وباء صغير صفى، يعني خلى للأسف الشديد ضحايا. يكون هذا رد بسيط من الطبيعة بسبب الاحتباس، بسبب التلوث، زاد كورونا بسبب التلوث. قد يكون هناك أوبئة أخرى تزداد مع زيادة التلوث. نحن بمناخ ملوث بغاز ثاني أكسيد الكربون الذي هو غاز سام، إضافة إلى ذلك الغطاء النباتي اللي بيمتص هذا الغاز خفيف، غابات الأمازون وكل هالمناطق للأسف الشديد كل ما عم تضمحل عم تتقلص. ما بدي رعب، لكن هذا الواقع، لازم نحكي بصوت عالي، لازم نحكي من منبر الإخبارية، لأنه فعلا لازم بتشرين الثاني يكون في قرار حقيقي لدى أصحاب القرار لمعالجة هذا الوضع. وهذا نداء من كل علماء الأرض أنه فعلا يلي دارس موضوع الغلاف الجوي وغاز ثاني أكسيد الكربون والشمس بيعرف أنه فعلا في أمام نحن أمام خطورة كبيرة. الإنسان قادر على التكيف، هذا ما حدا بينكر هذا الشيء، لكن مع قلة الغذاء وقلة النبات سنكون أمام مفترق طرق، وهون المشكلة. نعم دكتور، يعني نحن عم نحكي عن عمل الجمعية وعن مشاريعكم الكتيرة، يعني يلي منها هو جهد كتير كبير للإضاءة، للتنبيه لكل الناس، يعني لحتى ما تكون الظواهر الطبيعية قاسية علينا. اليوم شو هي أبرز يعني الفعاليات يلي عم تطلق من قبل الجمعية، إن كان من ندوات، إن كان من حملات توعية، وإن كان من تعامل وتعاون مع الفلكيين العالميين ايضا؟ تمام، لا انت اشرتي نقطه كثير مهمه، فعلا نحن ما بدنا نخوف، ما بدنا نهون، نحن بنحط الناس بواقع الحال. ما بدنا في الصبح دائما كرد فعل نتفاجئ يا الله امطار غزيره شو بدنا نعمل، لا نكون نحن مسبقا مهيئين. لا يعني انه عم اقول امطار غزيره وتلوج، يعني شتاء 3 أشهر كلها تلوج وامطار، لا لا لا، هي باوقات محدده بفترات قصيره، لكن نحن مشان نستعد. اول شيء نحن اليوم كجمعيه فلكيه سوريه عم نتابع بشكل كبير مع العالم الاحداث الفلكيه، الظواهر الفلكيه، نستعد
لحد الان لكسوف 25 تشرين الاول اللي حتشهده بلادنا جزئيا في سوريا. اليوم عم نتابع مهمه ارتميس اللي تاجلت للمره الثالثه بسبب اعصار فلوريدا، يعني في مهمه كان ناسا عم تستعد اعاده ارسال انسان الى القمر بعام 2025، بتسبق هذه الارساليه محط مركبتين فضائيتين، الاولى كان المفروض تنطلق من اكثر من شهر لكن تعطلت اول مره وتعطلت ثاني مره والان تاجلت بسبب اعصار فلوريدا. اضافه لهالشيء جيمس ويب وهذا التلسكوب الذي ادهش العالم. الاخبار السيئه اللي وصلتنا بالامس تحديدا ان هناك عطل حقيقي وكبير بتلسكوب جيمس ويب بسبب اصطدامه بالصخره. قديش نسبة يعني في ضرر كبير ولا؟ تماما. هلا اصطدامه بالصخره سبب ضرر للمرايه، اما الان للاسف الكاميرا اللي صار فيها المشكله. وشو سبب الاحتكاك؟ لما عم يحركوا الكاميرا عم تحتك مع المحركات اللي عم تحركها العجلات، عم يولد حراره. تخيلوا درجة حرارة واحدة عم ترتفع، درجة حرارة واحدة، هي درجة الحرارة الواحدة سببت توقف الكاميرا عن العمل، لأنه لازم يضل التلسكوب بارد بدرجة حرارة ناقص 270، فهي الحرارة خلت التلسكوب يتوقف عن الكاميرا الأساسية اللي تعمل الأشعة تحت الحمراء، توقف عن العمل، وهذه مشكلة حقيقية. يعني اليوم عم يحاولوا يلاقوا حل، لكن لا حل، لأنه التلسكوب على بعد 1.5 كيلومتر لا يمكن تصليحه، مو مثل تلسكوب هبل ليكو على ارتفاع 300-400 كيلومتر، هوبا طلعنا لعنده صلحناه ورجعنا 4-5 عمليات تصليح صارت، هو ما في مجال يطلع انسان يصلحه، فللاسف الشديد هذه المشكله. بالمقابل كان في انجاز ايضا كثير كبير ب 27 الشهر من يومين، اللي هو اصطدام مركبه فضائيه مسبار صغير بكويكب. هذا الاصطدام على بعد 11 مليون كيلومتر بسرعة 11600 كيلومتر بالساعة سرعة المسبار، الهدف منه حرف الكويكب درجة واحدة عن مساره. ليش؟ العلماء عم يتحضروا لاصطدام النيازك بالأرض. طيب نحن عنا عدة أفكار طرحت لمعالجة هذا الموضوع، منها أنه نبعث صواريخ أو مسابر تصطدم بهذا الكويكب أو النيزك. بالفعل حققوها ناسا وأرسلوا مسبار واصطدم بالفعل بكويكب. ننتظر الآن النتائج عن تغيير مساره. إذا تم تغيير مساره فإذا هذا حل من الحلول المطروحة لإبعاد خطر الكويكبات عن الأرض، لكن إن فشل تغيير مدار الكويكب فإن هذا الحل المطروح سيذهب أدراج الرياح. هذا من أيضا الأمور المهمة جدا يلي الآن يعمل عليها ويتم دراستها ومتابعتها بشكل كتير كبير. بالنسبة لنا بقى كجمعية فلكية سورية، نحن مقبلين على 100 ساعة من الفلك بمناسبة الأسبوع العالمي للفضاء بتشرين الأول، وأكيد إن شاء الله بنحطكم بصورة كل النشاطات لأنه حيكون في فعاليات ضخمة بالتعاون مع العالم. يعني نحن 100 ساعة من الفلك، يعني بدنا نحقق خلال أسبوع 100 ساعة متواصلة من نشر علوم الفضاء والفلك، من محاضرات ونشاطات للأطفال ونشاطات للكبار ورصد عام ورصد المشتري. الآن المشتري بأقرب نقطة له من الأرض، يعني اليوم المشاهد الكريم إذا بيطلع على برندته عند غروب الشمس تماما بيلاقي لمبة لامعة جدا بالسماء، كتير لامعة وحلوة، هذا كوكب المشتري. أجدادنا حطوا إرث حضاري كبير بعلوم الفضاء والفلك. بمئة ساعة نحن بنوصل رسالة أن سوريا دخلت الاتحاد الدولي للفلك، دخلت لتستمر، لم تدخل لأن تكون لفترة وتخرج. بدنا نحقق المئة كاملة، ما حنقص ولا 5 دقائق منها. في عنا برنامج نشاطات بدمشق وبالمحافظات كلها. خلينا نحكي عن نشاطات، لما تقول 100 ساعة يعني رقم منه قليل، شو هي النشاطات اللي رح تتضمن 100 ساعة ضمن مراكزكم؟ تماما. بالبداية حيكون صباحا دائما محاضرات، دورات، نشاطات تثقيفية، مساء حيكون ليالي رصد فلكية، دورات للأطفال، ورشات عمل للأطفال. يعني حاولنا نحن نركز على ثلاث جوانب. الجانب الأول هو الأطفال. نحن كجمعية فلكية تميزنا بالاتحاد الدولي للفلك بشيء اسمه الفلك الصغير. هذا الفلك الصغير كتير نقطة مهمة، حاولنا نحن كتير نسلط الضوء عليه لحتى نشجع أطفالنا على تطوير علوم الفضاء والفلك وعلى حب هذا العلم. خلينا نسميها الكتلة الثانية هي المرأة في علوم الفضاء والفلك. مريم الأسترلابية هي أول عالمة فلك بالعالم حلبية. فنحن أيضا عم نسلط ضوء على دور المرأة في سوريا بتطوير علوم الفضاء والفلك، وعندنا كادر من المتطوعات رائعات جدا. أيضا نحن عم نوصل رسالة
من خلالهم للعالم. الكتلة الثالثة وهي اللي خلينا نسميها المتعة أكثر للناس اللي هي الرصد العام اللي هي نحن حنحاول نستخدم ثاني أكبر تلسكوب بالوطن العربي الموجود في سوريا. رغم كل هالعقوبات والأزمة الاقتصادية والعقوبات الظالمة قدرنا نكون نملك ثاني أكبر تلسكوب بالوطن العربي. بهذا التلسكوب راح يتم رصد كوكب المشتري خلال 100 ساعة، راح يتم تصويره، راح يتم بث مباشر عبر صفحاتنا، راح يتم تصوير زحل، راح يتم تصوير أرض القمر. يعني نور ليا شلون انتوا قاعدين هلا هيك وعم تشوفوا الارض بالتلسكوب بتشوفوا ارض القمر. هي الصخره الي، لا هذا الجبل الي، هذا الوادي، يعني متعه ما بعدها متعه. صدقوني لما نحن نقعد هيك بس مباشر عبر صفحاتكم تماما لما نقعد هيك قدام التلسكوب ونشوف ارض القمر وتفاصيل ارض القمر متعه ما بعدها متعه. صحيح. واضافه لهالشيء راح يتم اكيد و100% التحضير لاهم ظاهره ستشهدها ببلادنا اللي هو كسوف 25 تشرين الاول. تفاصيله طبعا كثيره، شنو وين حنرصد، شو اليته، لانه في كثير تفاصيل مهمه، لكن انا هي بخليها لبعدين لانه حيكون الى وقتها لانه كثير مهمه ظاهره خاصه انه بنهار الساعه 12 الظهر، فبالتالي ب 25 تشرين الاول. طيب وهذا الشيء شو رح يعمل؟ يعني رح يعمل لك فيدباك بالعالم ابد متابعته بس الفيدباك اهم شيء انه نتابعه بشكل كثير حلو بامن لانه هذا كسوف جزئي. راح يكون في بالجمعيه هيك تجمع مثل هذيك السنه او اللي قبلها عملتوا شيء كثير كان تماماً. حلو وكثير استقطبتوا عالم اجوا طلعوا بالتلسكوب وشافوا. صحيح. اكيد راح يكون في نظارات خاصه بالكسوف، حنوزع نظارات خاصه بالكسوف، راح يكون في رصد نقل مباشر من المرصد، في كل المعطيات يلي بتامن رؤيه من على سطح الجمعيه. لسه ما حددنا المكان، احنا غالبا ما عم ندور على سطح الجمعيه، بدنا نحاول هالمره ننتقل لمكان خلينا نسميه اكثر حيوية، بمعنى انه يكون مركز مثلا ساحه مكان تجمع، لانه الساعه 12 بالليل الظهر عفوا 12 الظهر انسان رايح على شغله او وحده بالضبط، هو 12:56 دقيقه الشخص رايح على شغله جاي من شغله، بدنا اياه يوقف يشوف الكسوف. يعني بدنا نحاول نكون مع الناس، يعني بدنا نوزع اكثر من مكان، بدنا نحاول نخلي الناس كلها ترصد الكسوف، بدنا نوجه رساله انه لن نكرر ما حدث عام 1999 عندما صارت حاله الفوضى من تغطيه وعدم فهم لاليه الكسوف الحقيقيه. بدنا نلغي هالصوره، بدنا نعطي صوره تامه عكس تماما انه لا نحن شعب واعي، شعب قادر يتكيف مع الامور العلميه. راح يكون في نظارات خاصه، راح يكون في شاشات، يعني حنعمل كل جهدنا ان تكون هذا اليوم يوم عرس فلكي، يعني اي انسان قادر يكون باي موقع نكون احنا قادرين نوصل له من خلاله والمشاركه بالمتابعه كمان. تماما ان شاء الله، وباذن الله كمان بننسق حتى يكون مثلا على شاشاتنا الاعلاميه يكون مثلا في زاويه لمتابعه الكسوف. يعني جهود كبيره عم تقوموا فيها بالجمعيه الفلكيه السوريه، يعطيكم الف عافيه وبدنا نتشكرك اكيد على وجودك معنا. شكرا كثير لك. يسعد صباحكم، صباح الخير يا رب، ودائما هيك الاخبار الحلوه عن طريقكم ان شاء الله يا رب. شكرا كثير لك دكتور محمد العسيري رئيس الجمعية الفلكية السورية. شكرا كثير لك.